مزرعة اللي هي مزرعة يعني صديقة للمناخ، يسموها قرية مناخية، اللي بتشرف عليها مؤسسة الإسلام أكاديمي من برمنغهام بريطانيا. ده أول مشروع من مشاريعها اللي هو تربية الأبقار وحليب الأبقار، وعمل اللي هو صناعات حليب الأبقار اللي موجودة هنا هو. وده طبعا شيء جميل جدا 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 نجي مزرعة هنا. طبعا مساحة المزرعة دي أكثر من 30 فدان، بفدان تقريبا هنا أكثر من 4000 متر مربع. والمزرعة فيها كذلك مسجد من هناك وهنا هو، المصلى للأرفية بقى، وبعدين في ملجأ للأيتام، في أكثر من 20 يتيم من البنات. وكذلك في مزرعة أخرى اللي هي النحل، وكذلك مزرعة للخضروات والنباتات. طبعا احنا واقفين تحت الشجرة هنا هو، ده كان في أغنية في مصر بيقول لك تحت الشجرة الرهيبة يا مكاننا برتقال. النهارده مش هناكل برتقال، النهارده هناكل ايه؟ مانجا. لكن المانجا هنا هو، المانجا بتطرح مرتين في السنة، مرة في على يناير تقريبا أو في آخر نوفمبر، ومرة في الصيف. توايس هي فود وات مانت mango tree. Yeah, it's probably June and ikilibo mango really unavuna lini msimu wake mwezi gani? December to January. December to January inshallah. افتتح مرتين هنا والله. شايفين هنا وعلى من الناحيه اللي هناك ده في اللي هو بنسميها الويند ميل، اللي هي طاحونه المياه اللي موجوده عندنا ايضا هناك. طبعا الجمال هنا هو ان المزرعه فيها 4 أو 5 مشاريع، والمشاريع دول ما بينهم مدرسه للاطفال الايتام، تربيه الابقار، المسجد موجود، المنحله موجوده، وكذلك اللي هو مزرعه الخضار والفواكه الموجوده. احنا بنشجع الشباب انهم لما يشتغلوا في اي مشروع تنموي يخلوا المشروع دائم ومعتمد على نفسه، دائم معتمد على نفسه. انا التحدي بالنسبه للشباب خاصه ان هم عايشين في رغد العيش معانا، انهم يجوا الاماكن زي كده، عشان كل حشيش ده نحاول نحوله الى خضره واشجار ومحصولات وثمار الى اخره، وبعدين نعيش مع الحيوانات كما تعيش الفلاحين، وبعدين نشوف ازاي كيف يعاني الانسان في تنزانيا او في افريقيا او في اسيا، في باكستان، في الهند، في بنجلاديش، من العيشه مع الحيوانات والعيشه مع الطيور والتامل والتفكر في عظيم خلق الله. طبعا من اعظم الحيوانات اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في القران هي البقره، في سوره كامله اسمها سوره البقره، هي اكبر سوره في القران بتتكلم عن البقره وعن سيدنا موسى وعن قصص كثيره جدا في البقره، اللي هي ربنا يعني اكرم البقره لان تقراها مش بس البقره، وحيوانات كثير وحشرات كثير الى اخره، مخلوقات كثيره جدا جدا. انا النهارده مع اخونا اسمه ايه؟ اسلم سيدي بامبا. Ali Bamba, Hakuna Matata. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Simba, Simba. Lion King, يعني فاكرين فيلم الأسد بتاع Lion King؟ هنا حكونا متاتا يعني ولا يهموك يا شباب، لكن عايزين نشتغل هنا ونيجي ونعيش العيشة بتاعت الفلاحين ونعيش حياتهم علشان نستطيع إننا نبني المستقبل لأجيال أخرى في بلدان أخرى. السلام عليكم ورحمة الله. كان سننتقل إلى مشروع آخر من مشاريع المزرعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن الآن أيضا في نفس المزرعة، المزرعة اللي عملتها اللي هو الإسلامك هيل من برمنغهام من هو. وهنا البئر الأول هم عملوه لزراعة داخل ال وشرب المياه، صرحة للشرب للحيوانات إلى آخره. ورانا كذلك المسجد اللي هم بنوه، والمسجد ده بيستعمل ليس فقط للعمال بتوع الإسلامك هيل، ولكن أيضا للي هم الأطفال الأيتام اللي هنا، وكذلك اللي هم الأهالي في الخارج. كذلك هذه القرية زي ما احنا عارفين، احنا اتكلمنا عن البقر من قليل، نتكلم عن المسجد حاليا، نتكلم عن مياه صالحة للشرب والزراعة، وكذلك في شيء تاني هم عملوه بالنسبة لمياه الوضوء. مياه الوضوء اللي جاية من المسجد بيمشوها تحت كوبري كده صغير علشان تتجمع ويرجعوا انهم يسقوا بيها الزرع مرة أخرى. شايفين الأشجار دي يا شباب؟ احنا عايزينكم تيجوا هنا هو وتنظفوا الأشجار دي كلها، وتعيشوا مع الحيوانات ومع الطيور ومع الحشرات ومع النباتات ومع كل شيء، عشان تستطيعوا انكم
يتعلموا شيء ويخرجوا من رغبة العيش نبقى عايشين فيه في الخليج أو في أوروبا أو في أمريكا إلى آخره. هنا لما نشوف هنا البوند دي اللي هناك اللي بتكلم عنها اللي هي بدل ما المية بتاعت الوضوء تزهق ولا تستعمل أهي تيجي هنا هو بيحاولوا يستعملوها مرة أخرى في روي الأشجار وروي النباتات. يعني المية هنا هو جاية من الوضوء إلى هنا هو عشان تعمل ان هو موجوده وده الكوبري اللي احنا بنعدي عليه ده عشان ايه تكون القريه هنا هو قريه صديقه ليا. وجزاكم الله خير ونراكم في الداخل عند النحل او عند الاطفال الايتام او عند الزراعات الاخرى. حكونا متاتا حكونا متاتا حكونا متاتا حكونا متاتا. يلا بالسلام عليكم. الأناية اللي هنا واللي هنا دول دي مية طبيعية طالعة من الأرض ومياه الأمطار هم بيستفيدوا منها إنهم بيجمعوها علشان بيودوها في مكان لمزرعة سمكية داخل اللي هو المزرعة. وكذلك في بعض هذه المياه المزيد يستفيد منها اللي هم الأهالي اللي خارج المزرعة. شايفين المياه بسم الله ما شاء الله يعني رايقة وصافية ونظيفة وماشية في نفس الوقت يعني مياه مياه راكدة أو مياه مصطنعات زي ما احنا شايفينها هنا هو. وكل دي مياه طبيعية بتخلي الإنسان يعرف إزاي لما يخطط لمزرعة معينة نبدأ ماشيين كده مخطط لمزرعة معينة يخطط لها بمياه الأمطار والمياه الجوفية وكذلك النباتات وكذلك الحيوانات وكذلك الأسماك وكذلك الطيور. لأن احنا مزرعة بنتكلم عنها على إنها تحاول تساعد يعني بعض المياه هي داخلة على الأرض الزراعية زي ما احنا شايفين. وحنجد هنا بردك بعض النباتات اللي هم بدأوا يزرعوها. يبقى المياه دي كلها شايفين جاي المياه هنا في المياه جاي هنا من اللي هو مياه الأمطار والمياه اللي خارج المزرعة. جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن هنا تحت التكعيبة لكن التكعيبة هنا مفيهاش عنب. التكعيبة هنا فيها النبات الجديد اللي هو الغالي جدا اللي احنا بنسموه الباشن فروت اللي هو شجرة أو ثمرة الباشن اللي انتم شايفينها دي اللي غالية جدا وبنجدها دايما في جنوب شرق آسيا. لكن هي موجودة هنا هو. وجنب التكعيبة دي اللي احنا بنتكلم عنها دي كلها في كذلك جنبنا شجر للموز زي ما انتم شايفين وكذلك في شجر اللي هم المانجا الشجرة الكبيرة اللي هناك دي كلها مانجا. وفي غير المانجا في اللي هو الجاك فروت اللي هي ثمرة الجاك كبيرة قوي دي كلها اللي عاملة زي الكيس. وكذلك في كمان الكاشو اللي هو اللي غالي جدا بالنسبة لنا موجود عادي من الأول. فكل هذه الأشياء مزروعة في هذه القرية الصديقة للمناخ. فاحنا بنتكلم هنا على كيف نعلم الشباب دي باينابل لا 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 في هناك لما شوفوا انتوا الشجر الصغير اللي على الارض ده هو شجر اللي هو الاناناس. شايفين الاناناس طالع ازاي جنبه؟ روح وريه لهم كده الاناناس شايفين يا شباب. وبعدين هنا في كذلك في ليمون وفي برتقال كل ده شجر اناناس. بصوا معانا هنا يا شباب شجر اناناسه بسم الله ما شاء الله ادي واحده ادي اثنين ثلاثة. أنا شايف أناناس هناك إزاي ماشية طالعة بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. وأناناسة كبيرة هنا كمان كذلك بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله بسم الله. وهنا شايفين كل ده الأناناس اللي إحنا إيه بندور عليه ونلاقيه غالي جدا. What is this tree? This is a cashew. Just this is natural. مش عارفين اسمها إيه. واللي هناك ده What is this? Sugar cane. شوكر شوكر كان اللي هو القصب السكر. يا شباب بصلي على النبي اللي عايز يشرب عصير قصب يجي معانا هنا اهو. هنا قصب السكر يا فينا يا شباب اهو اهو عند احنا ايه هنعمل عصير ده عند عم فرغالي في مصر او في اي حته في العالم اهو. قصب السكر اهو بسم الله ما شاء الله اهو انا جنبه بس اهو احمر هو زي ما هو يودي اهو. شايفين قصب السكر كذلك هنا هو بسم الله ما شاء الله. يبقى هنا قصب السكر في الكاشو وفي الجاك فروت في الباشن تري في الاناناس بنانا في الـ 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 الموز في برتقال وفي ليمون وفي جوافه كمان هنعرف جوافه بعد شويه. اوكي هكونا متاتا هكونا متاتا.
Hakuna matata. Okay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوة الأخوات. إحنا مازلنا في المزرعة وبسم الله ما شاء الله شايفين هنا ثمرة المانجا الجميلة اللي هي تعتبر طبيعية وبنسميها أورجانيك، اللي هي قد تكون بتتباع في أوروبا وأمريكا بأسعار خيالية، ودي يعني كلهم أشجار اللي هو ثمار المانجا، واللي تحتينا دي اللي هو القرع. القرع لما استوى يا لوبيا، ده القرع اللي هو البامكن نتكلم عنه كذلك. هو هنذهب دلوقتي علشان نشوف ده القرع كذلك جاي هنا هو ومخضر اهو، طلع الزهره زي ما انتم شايفين زهره القرع اللي هي الصفره دي كلها اللي عامل زي الكوسه اخر كوسه بس الكبير. نرجع بقى نشوف بقى الجاك فروت. يعني ايه جاك فروت؟ اللي احنا اخوان البنجلاديشيين بيفتخروا ان بلدهم هي بلد الجاك فروت، وهنا شجره الجاك فروت نتكلم عنها. ودي شجره الثمره جميله جدا وحلوه جدا بس بتلزق كتير جدا جدا جدا. ادي الجاك فروت اهي شايفينها، بص بسم الله ما شاء الله. وانتوا بتشوفوا الصور دي كلها قولوا بسم الله ما شاء الله، قولوا بسم الله ما شاء الله، قولوا بسم الله ما شاء الله، عشان تعرفوا الجاك فروت اللي انتوا بتشتروها دي بيقطعوا الجلد بتاعها ده ويخرجوا منها اللي هو الثمره نفسها الحلوه اللي كل واحده فيهم صفره لونها زي لون العنبر، وداخل كل واحده فيها تعتبر بذرة. البذرة دي ممكن تتحن وتتاكل، ممكن تعملها شوربة. دي شجرة اللي هي جاك فروت، اللي هي شجرة الجاك، ثمرة الجاك اللي بنتكلم عنها. طبعا ده هنا هو ال 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 البنانا اللي هو البنانا يعني اللي هو الاسم بنا يعني اللي هو الموز. موز. شجرة الموز إلى آخره. لايم. ليمون. فين اللايم؟ اللي هو ده الليمون، شجرة الليمون كذلك. هتلاقي هنا في كمان غير الليمون في كذلك اللي هو البرتقال وفي الجوافه الى اخره. فاحنا ننظر هنا وننظر لعظيم وبديع خلق الله سبحانه وتعالى في كافه مخلوقاته اللي هو جعلها الانسان لكي يتمتع بها في هذه الدنيا. دي شجره الكاجو. الكاجو اللي هو من اغلى انواع البندق اللي احنا بنشتريه، البندق والجوز واللوز والكاجو اللي هو عامل زي دي ثمره منه كانت على الارض انا شفتها. بين بعض الثمار موجوده بس عشان كان في امطار كثيره لا يعني بوظت الثمار، وكذلك الاطفال ساعات لما بيجوا هنا بوظوا الاشياء دي كلها. دي من الاشجار الكبيره المعمره اللي احنا بنتكلم عنها، ونبات الكاجو او اللي هو اللي احنا بنتكلم عنه ده بيكون غالي جدا جدا احنا بنشوفه في كل مكان في العالم ان شاء الله. تعالوا نشوف حاجات ثانيه موجوده هنا. هو طبعا انتوا عارفين ان هو الموز احنا عارفين المشكله فيه، كذلك اللي هو بيتكلم عنه الحبوب الموجودة زي الفاصوليا اللي هي الموجودة هنا هو This is الفاصوليا apple custard apple. You see this? The one we saw there. ده اللي هو النبات اللي احنا شفناه الناحية الثانية كان صغير ما شفناش البتاع الثمرة دي بيتعمل منها اسمها apple انجليزي. What's the name in English؟ بيقول custard apple. كاستر ايبو. شوف دي بياخدوها يعملوا منها شربات جميله جدا وبدأ من الداخل فيها بعض الحبوب. ورانا المانجا طبعا اللي انتوا عارفينها كلها. ورانا هنا كذلك دي اللي هو الفاصوليا اللي كانوا طيبين هو اللي احنا بنتكلم عنها يعني بس على طلعت العربه قرن من الفاصوليا بتاعتنا هو اشفاي. ادي قرن هو بسم الله ما شاء الله. يا صلاه النبي يا صلاه النبي يا صلاه النبي. يحب الزراعه يحبك الارض ان شاء الله ويحبك الله سبحانه وتعالى، والزراعه هي اصل الحياه. ادي فاصوليا ثانيه زي ما احنا شايفين، زي ما احنا شفنا قبل كده القرع موجود والفاصوليا موجوده وكل شيء موجود هنا هو كل شيء هنا اورجانيك. فده جزء من المزرعه في any other plant او trees هنا؟ Yeah, we have that. طيب اوكي let us finish this one. دي شجره بيعتبروها باللغه الانجليزيه شجره الطماطم. اللي هي بتطبخ الثمره دي مش هي الطماطم بتاعتنا احنا، بيطبخوها مع الباميه. الباميه وشوف جميله ازاي الثمره، شوفوها في كل حته. دي نوع من انواع الثمار اللي بيطبخوها هنا مع الباميه، واللي باللغه الانجليزيه بيسموها ايه؟ شجر من اشجار الطماطم او نوع من انواع الطماطم اللي بتطبخ مع اللي هو الباميه اللي نتكلم عنها او اللي احنا بنسميها الاوكرا او كذا. هنا طبعا شايفين ان هو بسم الله ما شاء الله شجره الـ 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 الموز. بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله بسم الله. كل الحاجات دي طبيعيه بدون اي نوع من انواع السمات الاسماك
مدى الكيماويه اللي بنتكلم عنها. طبعا طلع رباني كلها والناس بتاكلها وكثير منها الطيور والحيوانات والبشر وكلهم الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى. طبعا شجر المانجا واحنا قعدنا في شجر المانجا قبل كده كان مثمر زي ما احنا عارفين. ها شايف شايف اللي عامل زي شكل الطماطم بس مش هي الطماطم يعني قربت انت منها شويه. وده هنا بعض شجر البامية اهو شايفينه حلو ازاي وشايفين البامية المقمعة دي لما شايفينها اهو. ايوه بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله كتير جدا منها موجود في قدامنا هنا اهو. بامية 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 عشان هنا في بامية هنا برضك موجودة في الداخل كذلك وفي هنا كمان بامية عشان تشوفوها موجودة هي شايفين. بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله وكذلك هنا في بامية كذلك موجودة عندنا. بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله شايفين البامية كل الحاجات دي حاجات طبيعية من غير أي سماد كيماوي. طبعا هنا موجود فيها كمان عندنا هنا هو اللي هو اللي موجود هنا كذلك يا ربي اللي موجود هنا برتقال جوافة ليمون إلى آخره إلى آخره إلى آخره. طبعا دي أحد المزارع الصديقة للبيئة. طبعا جنبنا هنا في مزرعة للفراخ هنروح نشوفها بعد شوية. فده بالنسبة لبعض الأنشطة اللي بتعمل هنا هو. What is this؟ إيه ده؟ أبوني سمو بيفوزيا تشوكو تشوكو. أوكي استا نحن نقف الآن أمام شجرة البرتقال. وثمار البرتقال موجودة والناس صغيرة في this one here بس في واحدة هنا موجودة اثنين شايفينها بسم الله ما شاء الله زي خضرة وريحتها تكون جميلة جدا جدا جدا. هكونا متاتا هكونا متاتا شجرة البرتقال كذلك وتحتنا هنا هو what is this red pot البوت. سوري توماتو بوت توماتو بوت اللي هو شجرة الطماطم اللي قلناها عليها كده وان هو ده بيقولوا عليه اللي هو السيدي بنسميه السبانخ لسه عاطفينها دلوقتي وسجوها ايه سوبيلا امبيلا وقف اللي وراها جوافا اللي وراها ده جوافا ده اكشلي اورنج جوافا جوافا واللي وراها ده بيقولوا نبات زي اللي هو نبات صيني احنا بنسميه ما يكون خاص الصيني اللي هو ماشي كده النص كذلك هو قدامنا الشاطئ وهنا كده خاص ده خاص فيه بس بيسموه النبات الصيني اللي هو ده شايفينه ده واللي هنا ده اللي هو الطماطم اللي هي الطماطم بس اللي بيعملوا بيطبخوها مع الباميه. فدي اشياء من الاشياء الطبيعيه وطبعا جات لنا دلوقتي جوافايه بس مش عارفين في الشجره بتاعت الجوافه هروح لها بعد شويه ان شاء الله. فاحنا بنكمل المسيره هنا هو معاكم في نهايه المزرعه اللي احنا عايزين تزرعوا فيها كل عام الناس سبحانه وتعالى. هكونا متاتا هكونا متاتا هكونا متاتا هكونا متاتا ان شاء الله بسم الله ما شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هكونا متاتا هكونا متاتا دي احد المزارع السمكيه الطبيعيه اللي هم عملوها بيزرعوا فيها الاسماك المحليه اللي هم بياكلوها في داخل تنزانيا. The name of it is Perege. Perege and Kambale. Perege and Kambale. وطبعا هو ده بيحبوا السمك ده جدا 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 لكن هنا المطر بتمطر علينا وهي محتاجه بعض التنظيف في البوند ده او اللي هو المزرعه السمكيه دي عشان يطلع منها السمك ان شاء الله. هي شيء طبيعي صديق للبيئه وصديق للمناخ وصديق للانسان بفضل الله سبحانه وتعالى. وكل هذه المياه ليست مياه مستنقعات وليست مياه صرف صحي لكنها مياه صالحة للشرب ومياه طبيعية يربوا فيها الأسماك بداخل المزرعة. هكونا متاتا هكونا متاتا هكونا متاتا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هكونا متاتا هكونا متاتا. سيمبا سيمبا سيمبا. هذه شجرة الجوافة الجميلة انا كنت بتكلم عنها وكانت انا وانا صغير في الكليه كان عندي شجرتين في البيت بيتلاحوا جوافه على قدنا ودي ثمره بسم الله ما شاء الله ثمره هنا ثمره طبيعيه مش محتاجه ابدا لاي سماد كيماوي على الاطلاق. و
ودي اللي بتتباع عندنا في الاسواق في اوروبا، ومع ذلك الاخوه الباكستانيين بيحطوا عليها فلفل ويعملوها بالشطه ويحطوا عليها فلفل اسود بالشطه والملح الى اخره. احنا كعرب بناكلها كنبات جميل جدا يعتبر طعمه حلو. هنا بعض الاشجار الليمون وبعض الاشجار اللي هم البرتقال بيزرعوها اللي هم متطوعين من اسلامك هيلث اللي جم هنا. مثلا شايفين الشجر دي ليمون تري ليمون تري في 2014 اسم الشخص اللي زرعها اسلامك هيلث تنزانيا كذا 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 سجاد رفيق. فده زرعت من 5 سنوات. احنا عايزينكم يا شباب في كل مكان في العالم تروحوا تعملوا ايه بقى؟ تنضفوا الارض دي من الاعشاب، تنضفوا الارض من الويدز اللي بنتكلم عنها، تخلوا الاشجار دي اكبر نموا واكثر اثمارا مما هي عليه الارض. هنا الاشجار الصفراء دي المزروعه اللي هو يا شباب دي أشجار اللي هو الجوز الهند. الجوز الهند اللي هو العالي جدا اللي احنا بناكله، هو طبعا من الثمار الغاليه جدا اللي بنستعمله في كل انواع الطبيخ خاصه الحلويات. دي اشجار الجوز الهند. وهنا عندنا اشجار الجوافه، في كمان شجره جوافه ثانيه هنا مليانه بسم الله ما شاء الله. عباره عندكم الجوافه اللي احنا بناكلها كثمره جميله بنسعد بيها من خلق مخلوقات الله سبحانه وتعالى. فين الثمار هنا؟ هو ادي واحده اهو، ها، وهنا في البعض الاخر هناك هم شايفين حتى ايوه شايفين الثمار دي، وشايفين حتى الزهره اللي موجود، زهره لونها جميل وريحتها جميله، وانتم ناس جمال بفضل الله سبحانه وتعالى. التحدي هنا تعالى هنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكون متاتا. أكون متاتا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخوة والأخوات الشباب جمال طيبين طيبين. إحنا جنبنا هنا مزرعة نحل، فيها حوالي 12 منحل صغير، وفي الداخل ما نعرفش كم نحلة موجودة في الداخل، لكن هي استعمال النحل في إخراج العسل ده أحد استعمالاته، لكن من النحل ايضا بتساعدنا في التلقيح للثمار في كل مكان وفي كل زمان. وشايفين النحل هو داخل وخارج، وقد يعتقد النحل الان ان احنا شجر كبير، لان العرق بتاعنا ده قد يعتبر بالنسبه له ريحه جديده جدا. هو ياتي عندنا احنا عشان يقرصنا، علشان يفتكرنا احنا شجره او اي شيء ريحتنا مختلفه عن هو حطها لهم بتاعت الزهور. النحل ده ذكر طبعا في القرآن، زي ما ذكر الجمل في القرآن، زي ما ذكر الإبل، وزي ما ذكر البعير، وزي ما ذكر البقرة، وزي ما ذكر الهدهد إلى آخره، زي ما ذكر النملة وكان فيها إلى آخره. يعني كل هذه الأشياء ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن لكي نرعاها ونحافظ عليها ولا نقتلها، لأن ربنا إنما خلقها لكي تخدمنا، ربنا إنما خلقها لكي تخدمنا. فذهن النحلات الشغالات تسهر 24 ساعة علشان تخرج لنا ذرة نحل أو دروب، يعني إيه بنسميها نقطة نحل أو نقطة سوري مش نحل، نقطة عسل ناكلها ونقول الله والشمع بتاعها جميل وكل حاجة فيها جميل. فلذلك إحنا في هذه القرية الصديقة للمناخ نطلب منكم أيها الشباب وأيتها الشابات أن تأتوا هنا لتعيشوا وتنظفوا كل هذه الأشجار وكل هذه الحشائش علشان نعمل مناحل اكتر، وعلشان ندخل دخل اكتر اللي هم العاملين هنا والاهالي اللي موجوده هنا هو في هذه القريه الصديقه للمناخ. ونراكم قريبا ان شاء الله هنا في القريه الصديقه للمناخ. وجزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمه الله. Hakuna matata. Simba. Okay. ودي اللي هي الحضاره بتاعت الدجاج، لكن طالما ان هو الناس بيؤمنوا بان الدجاج يخرج في النهار ويرجع بالليل، فكل الدجاج اللي موجود هنا خرج بره عشان يتصيد رزقه في كل زمان وفي كل مكان. هذه حظيره
وادي حظيره ثانيه وكلهم فاضيين طبعا. وادي حظيره ثالثه كبيره. فنلاقي المنطقه دي كلها كل دجاج خرج داخل. لكن طبعا احنا دلوقتي حوالي الساعه 2 بعد الظهر، فكل الدجاج خارج بيتفسح بره وبيلقط رزقه الى اخره الى اخره. طبعا جزء من المزرعه انك تعمل مزرعه للدجاج، مزرعه للحيوانات، مزرعه الحيوانات اللي فيها اللي هو الابقار والماعز والقراه الى اخره الى اخره. المزرعه للنحل الى اخره، مزارع الخضار، مزارع للفواكه الى اخره. وكذلك هناك في بيت ايضا للاكام هنشوف كذلك في بعض. طبعا هنا مش لاقيين ولا فرخه موجوده، ما فيش فراخ، لا كل الفراخ خرجت بره دلوقتي بتتمتع برزق الله سبحانه وتعالى. مش زي ما احنا بنربي الدجاج عندنا في المزارع بتاعتنا، ده بنسميه هنا فري رينج، يعني الدجاج يخرج يمشي ويرجع يبيض هنا هو بالليل. طبعا تكون نوعية البيض اللي بيبيضوا الدجاج هنا أحسن بكثير جدا ضد نوعية الدجاج اللي احنا بنخليه في الحظيرة 24 ساعة وننور له نص الليل علشان يبيض دائما وينسى الوقت وينسى الزمن وينسى قدرته على البيض. ونحن لما نجعل الدجاج يبيض وهنا يبيض الدجاج بالقدرات دلوقتي ثم بقدرة الله سبحانه وتعالى ثم حكونا متاتا حكونا متاتا حكونا سيمبا سيمبا بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نحن الآن داخل مكان إقامة الأطفال البنات الذين امتحنوا بفقد الأب أو الأبوين في هذا المكان. المكان ده فيه أكثر من مبنى، فيهم حوالي دلوقتي 20 فتاة، دول فقط البنات اللي موجودين لان باقي البنات في المدارس، ففي مدارس في الصباح ومدارس في المساء الى اخره. وهم يعملوا ان يكون في المكان ده حوالي 200 طفله تتعلم هنا وتقيم هنا داخل المزرعه اللي هي المزرعه البيئيه اللي هي المزرعه الصديقه للمناخ. احنا بنقول ان هو الامه مدرسه اذا اعددت شعبا طيب الاعراق. فهي الام في المستقبل هي اللي بتبني الاسره، هي بتبني المجتمع، هي بتبني المستقبل. فاتمنى واحنا موجودين في هذا المكان ان نشعر بالام غربه الطفل عن ابيها او غربه الطفل عن ابيها وامها كي تستطيع ان تعيش في هذا المكان بدون اب ودون ام. طبعا معنا هنا امين، ام كل مبنى في ام تخبر هنا. هذه واحده اسمها شي ذا مدر وذا مدر ذوز تو يعني. And this one؟ All these are the children. This is one of the children. Yeah. الست بنات دول كلهم معاهم الامين دول، كل واحده بترعى بيت من البيوت اللي فيها البنات اللي بتعيش فيها كأم علشان تعوضهم عن حنان الأم اللي هم قد يكونوا فقدوه إذا كانوا فقدوا الأم والأب أو كانوا يكونوا فقدوهم بس فقدوهم بالغياب عن أم والأب. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول أنا وكافي اليتيم كهاتين في الجنة ويشير بإصبعين كهذا. فكافي اليتيم هنا أيها الأخوة والأخوات اللي هو يعامل الطفل اليتيم كأنه أو كابنته، يصرف عليه نفس المصاريف اللي يصرفها على بنته أو ابنه كما قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه في سورة مريم وكفلها زكريا. كفلها زكريا معناها تعامل سيدنا زكريا عليه السلام عامل مريم كابنته، عامل مريم هذه هي الكفالة. أما الإنسان يدفع 5 دولار و10 دولار و30 دولار و40 دولار ده شيء بيكون مساعدة اليتيم. فبنشكر المؤسسة هنا أيضا لبناء المكان ده ونشكركم لأنكم ساعدتوها في بناء المكان. وأتمنى أن يبنوا باقي البيوت ويبنوا باقي الإمكانيات علشان يرعوا أيتام بنات كثير في هذا المكان. جزاكم الله خير والسلام عليكم. I am from Tokyo.
السوق إمام لبنكم at Eco Village Kitchen Bure. We are most welcome at بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا نزلنا في القرية الصديقة للمناخ اللي عملتها الإسلامك هيلب، وهنا في أربع بيوت للأطفال والبنات بيعيشوا فيها، كل بيت فيهم في 10 بنات مع امرأة ليهم. البيتين اللي هناك دول الأخير خالص واللي هنا لم يكتملوا بعد، أما البيتين هناك كل بيت فيهم في 10 بنات، وكذلك نشكر كل الناس اللي تبرعوا لبناء هذه البيوت في كل مكان في العالم، واتمنى ان احنا في هذا المكان نحوي اكثر من 200 طفلة، يعني حوالي 20 بيت تقريبا بعد وما 16 بيت، وحتى 15 بيت وانا مكفي فيهم 2000 سنة ان شاء الله. اشكركم جميعا من القرية الصديقة للمناخ البيئي والبيئة، واتمنى منكم ان تاتوا هنا وتكونوا البهجة والفرحة على السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده خزان المية اللي موجود فوق ده، سعته حوالي 10,000 متر مكعب. اما البئر فهو بعيد هنا في وسط ارض القبرة دي كلها، تأتي المياه من هنا إلى أن تخزن هنا في هذا مكان قريبا، قبل أن يرفعوها ملقى إلى القبات الكبير. والناحية الأخرى نوع هذا المكان هو بنسميه هو سرعة الطاقة البديلة الكهربائية للطاقة الشمسية في تطلع المية هنا من الخزان، وبعدين مع الضغط تأتي مية جميلة عذبة رايقة صافية صالحة للشرب وصالحة للزراعة وصالحة للحياة للحيوانات والطيور والأشجار والنباتات والبشر. وكما نرى المية هنا هو بسم الله ما شاء الله مية جميلة حلوة رايقة وصافية، وزي ما كان عبد الهادي كان بيقول لك المية المية تروي العطشان وتطفي نار الحيران. المية دي اللي هي بيسووا منها بيطبخوا منها بيغسلوا منها وبيعيشوا منها جميعا. فاحنا بنشكر الناس اللي تبرعوا باللي هو جهاز الطاقة الشمسية، وبنشكر من تبرع بحط هذا الجهاز ورفع هذا الخزان الكبير والالتزام بالقوم الكهربائيه وحفر البئر
حق الآخر وكما خلص خلقنا من الماء كل شيء. الماء هو عصر الحياة، الماء هو عصر الحياة، الماء هو عصر الحياة. أتمنى منكم يا شباب والشباب تتحركوا تحديات وتتجاوزوها وتأتوا منها تصنعوا التغيير وتكونوا أداة لصنع التغيير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من القرية الصديقة وصديقة المناخ بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكل الشباب في كل زمان ومكان. الشباب أذكر الشباب لما بقى يعني بنات وأولاد من أبنائنا وأجيالنا القادمة. لا للإحباط، لا للخنوع، لا لفقد الأمل، لا لعدم وجود رؤية كاملة متكاملة لينا، لا لكل شيء مؤثر على شخصيتنا وعلى نفسيتنا تقول لنا أنه لا يوجد أمل. أبداً 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 أبداً. اشغلوا نفسكم ببناء المجتمعات، اشغلوا نفسكم بالتعلم، اشغلوا نفسكم بالمعرفة، اشغلوا نفسكم بالتدبر، اشغلوا نفسكم بالتحصيل، اشغلوا نفسكم بالتطوع، وتعالوا إلى مثل هذه المزارع في أي مكان، سواء كان في البلاد اللي احنا بنعيش فيها أو في أي مكان في البلاد الأفريقية، نتخلى فيها عن ذاتيتنا لنبني مجتمعات أخرى بيننا وبينها فقط، أن نبني في قلوبهم الأمل. أيها الشباب وأيها الشابات، أنتم الأمل الذي نستطيع من خلالكم أن نغير به المجتمعات. إنما نأتي هنا هو في هذا المكان، إنما نأتي هنا في هذا المكان، مزارع اللي هو المناحل، الشجر اللي هو الكوكونات اللي هو بنسميه إيه اللي هو جوز الهند إلى آخره. هؤلاء الناس يريدون المساعدة، يريدون المساعدة عشان تكونوا تجلبهم، تجلبوا لهم التكنولوجيا، تجلبوا فيهم العلم، تجلبوا لهم المعرفة علشان يستطيعوا أن يحولوا هذه الأراضي إلى جنان، إلى جنان، جنان في الأرض، ثم ترسون أنتم الأرض من عليها وجنان في السماء. فلذلك ندعي لنا هنا جميعا، وأنا شاب أما مثلكم، ألا يحبطنا أحد وألا يؤثر علينا أحد سلبا سلبا سلبا، وألا يغيبنا أحد وألا يجهلنا أحد وألا يقصينا أحد وألا يدمر نفسيتنا أحد على الإطلاق. لابد أن نغالب كل هذا بالتعاون وبناء الشراكات وبالعلم وبالمعرفة وبناء الصداقات واحترام الناس والاعتراف بحقوق الناس والمقاتلة والمدافعة من أجل حريات الآخرين والمساواة وإقامة العدل إلى آخره. فهيا يا شباب ألا نحبط ونأتي لمثل هذه الأماكن لكي نرى أنحن أقوياء كما نعتقد أو ندعي، أما هؤلاء هم الأقوياء، هم أقوى منا بكثير. التحدي هنا، التحدي هنا، التحدي هنا، والتنمية هنا، والتنمية هنا، والتنمية هنا، واستدامة العمل هنا، واستدامة العمل هنا، واستدامة العمل هنا. وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من المزرعة اللي هي المناخية صديقة المناخ في تنزانيا، المنطقة اسمها ايه؟ وسانيه ومدالية إيكو فيليج إن كينسنفولي، كوبيتش في كينسنبولا في بعيد عن دار السلام 43 كيلو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هكونا متاتا، هكونا متاتا، هكونا متاتا. كيمبا كيمبا كيمبا.